نور الدين حنبلي قائد الناحية العسكرية الخامسة واللواء محمود العرابة قائد القوات الجوية، قام السيد الفريق أول بتفتيش تشكيلات من القوات الجوية أدت له التحية الشرفية، ليتابع بعدها عرضا قدمه قائد القوات الجوية تضمن حالة تقدم البرامج التطويرية المسطرة لهذه القاعدة الهامة والمندرجة في إطار الجهود الحثيثة والطموحة للقيادة العليا الرامية إلى تحديث وعصرنة قوام المعركة للجيش الوطني الشعبي. إثر ذلك عاين السيد الفريق أول عن كثب مختلفة المرافق التي تتوفر عليها هذه القاعدة وكذا الوسائل الجوية والتقنية الموضوعة في الخدمة، كما استمع إلى شروحات وافية بخصوصها. وبهذه المناسبة حرص السيد الفريق أول على حث كافة الإطارات والمستخدمين على ضرورة بذل المزيد من الجهود المتفانية، لا سيما في مجال أمن الطيران والحفاظ على المعدات والوسائل الموجودة في الحوزة، وكذا مواصلة جهود التحضير القتالي بجدية وصرامة بغية الحفاظ على الجاهزية العملياتية للقاعدة في أعلى مستوياتها.